السلام عليكم، معاكم الأستاذة بشار اليافعي معلمة الأحياء في قسم الأحياء والجيولوجيا في مدرسة ثانوية صباح السالم للبنات. اليوم كان عندنا ملتقى وتشرفنا في الزوار والضيوف الحضور اليوم كلهم. الجزء اللي أنا كنت مختصة فيه اللي هو علم الجريمة التابع لعلم الأدلة الجنائية، الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية. فحبينا ان نشوف شنو علاقة الجريمة او الادلة الجنائية بعلم الاحياء، وما قصروا المحاضرين اللي عندنا والبنات اللي عندنا اللي اشتغلوا معنا، الاستاذة زهرة، الاستاذة مشاعل، الاستاذة بدور، والاستاذة منى، ما قصروا مع البنات ومعانا في الشرح وفي عرض ما يمكن يوضح للبنات العلاقة بين علم الجريمة وعلم الاحياء. اتمنى ان شاء الله ان يكون استفدتم من هذا الشيء، وشكرا على حضوركم ويعطيكم العافية.